جابي قوم يلا يا جابي يلا عشان تروح اول مره مدرسه الاحد. جابي قوم يلا. حاضر يا ماما. قوم اهو. وقد ايه كان من كتر ما حبه لينا فدى نفسه على الصليب. اهلا، ازيك؟ اسمك ايه؟ جابي. اتفضل يا جابي اقعد معانا. احنا بنتكلم يا جابي عن ايه؟ عن اكتر حد كان بيحبنا في الدنيا دي كلها. كان مين؟ كان بابا يسوع. شوف هو مات على الصليب عشان هو قد ايه بيحبنا. بيحبنا خالص خالص فدى نفسه عشاننا ومسح الخطيه ومبقاش عندنا خطيه خالص وقام من القيامه وبقينا ايه؟ مبسوطين. يلا بينا نقوم نصلي. يلا بينا نقوم نصلي. هنربع ايدينا وهنغمض عينينا. حد شايف ضلمه؟ اكيد لا، عشان كلنا هنتخيل صوره بابا يسوع اللي بيحبنا خالص. جابي عشان انت اول مره تيجي يلا ابتدي صلاه. أشكرك يا رب على اليوم ده، أشكرك يا رب عشان جبتني المكان الجميل ده. جابي عشان انت جميل قوي النهارده ومبسوطة جدا ان انا شفتك وعايزين نشوفك المرة الجاية في الأوتيل. باي باي. بصي يا حبيبي، انت دلوقتي ما نمتش كويس، ممكن ننام كويس دلوقتي وبكره اوعدك نروح. طيب خلاص يلا بينا دلوقتي عشان اتوبيس نكلمه ويجيلنا. Thank you.
فينا فلوجيتين. ايه بيه مراتك ايه بطاطيت ايه؟ قلتها غلط. بتقول ايه بيبر سمير استاذ دي؟ قلتها غلط خالص. ايه تعمل بتعمل ايه؟ مش عايز الكلام هنا، تعالى هنا اهو بره هنا. احنا جينا في الجيف هنا مش جينا هنا. نام في البيت مش هنا. العب توني يلا. جابي جابي يلا قوم جابي قوم يلا عشان القداس. جابي يلا قوم بقى. يوه، هو كل يوم خناقه وزعيق. دي ما بقتش عيشه ديت بجد. انا همشي واسيب لك البيت. يا ستي ما تمشي، الله حد ماسكك. ينزل الولد بس وكيب عينينا كلام تاني مع بعض. يا دي النكد بتاع كل يوم. انت اللي نكدي مش انا. يوه بقى انت لسه ما قمتش. جامي قوم يلا يلا اطلعت عشان اتوبيس. قوم يلا خد شيرتك ده البسه. ده عصير بالشوكولاتة. النهاردة الجمعة، النهاردة صيام، ينفعش تاكل. ربنا ربنا عمل لنا ايه؟ مكانين. مكان عنده، تعالى يا جابي اقعد هنا قدامي. مكان عنده فوق في السماء مع الملائكة والقديسين والناس الحلوة اللي احنا بنحبها، ومكان تاني مع الشيطان. لو مش بنسمع الكلام وبنعمل شقاوة ومش مركزين ونعمل حاجات كده وحشة، يبقى احنا كده هنروح مع الشيطان تحت.
ماشي؟ احنا كده خلصنا الدرس بتاع النهارده وعندنا جوائز هنوزعها للناس الايه؟ اللي قعدت شاطره وهاديه. لا انت النهارده ما كنتش حلوه. يلا بينا نقوم نصلي؟ يلا بينا نقوم نصلي. ربعوا ايديكم، اقفلوا عينيكم. شايفين ضلمه؟ اكيد لا، عشان كلنا نتخيل صوره بابا يسوع اللي بيحبنا. وانا ليه مش شايف صوره بابا يسوع؟ يلا يا جابي قوم صلي. يلا يا جابي صلي. لا مش عايز اصلي. ولو جاءوا متأخرين ولو تكلموا وصنعوا الضوضاء، يكفي أنهم اختاروا الكنيسة ولم يذهبوا مكانا آخر، تركوا اللعب والنوم وجاءوا. فاليوم يلعبون ويمرحون، وغدا يصلون ويرنمون، وبعد غد يقودون الكنيسة. فمن منا لم يفعل مثلهم وهو صغير؟ لا تعنفوا طفلا ولا تطردوه مهما فعل لألا تكرسوا رفضه للكنيسة. علموهم بأناة وريث وحكمة، ابتسموا لهم واعطوهم الهدايا، احتضنوهم بحنو، شجعوهم، اشعروهم بأننا نفرح بوجودهم. اليوم يرتبطون وجدانيا وغدا روحانيا، الطفل هو أغلى ما نملكه. لقد بارك المسيح الأطفال واحتضنهم وأقامهم في الوسط أمام الكل، يعلن أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يكون لهم.